من هواند بتقول كده، احنا اكيد لازم يعني نستغل بقى ونحسن استغلال وجود حضرتك معانا، الى جانب الملفات اللي هنتكلم عليها والعلاقه ما بين الرياضه والتعافي. وعلى فكره برضو اكيد هنحتاج نقف عند السلوجن بتاعك البطوله، تعافي انت اقوى من المخدرات، حتى دي برضو محتاجه منك تفسير. بس احنا كمان عايزين نتعدى الموضوع ده ونتكلم معاك بقى بشكل عام، الناس اللي عندها المشكله دي، الافه اللي موجوده في كتير جدا من البيوت المصريه والعربيه. ف تعالى نبتدي الاول بالسلوجن بتاعك او التعافي بطوله. التعافي بطوله، ده كان الموسم الرابع من دوري المتعافين. طبعا هو المعنى في التعافي بطوله، احنا رحله المخدرات يمكن هي مش من رحلات العلاج السهله زي ما بنقول. طبعا دايما بنقول للمتعافين بتوعنا انتوا ابطال لو قدرتوا توصلوا النهارده ان انتم مبطلين شهر او اثنين او سنه او اثنين او 10 او 20، ده في حد ذاته بطولة. طب. لأن يمكن رحلة المخدرات مؤذية للمريض أيام ما كان مريض، ومؤذية للأهل، فكون إنه قدر يخرج من وطأة الإدمان والمخدرات هو النهاردة يعتبر بطل. أنت أقوى من المخدرات، دي يمكن الحملة الإعلامية العامة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، هو الجهة الآلية الوطنية لعلاج الإدمان في مصر ومكافحة الطلب على المخدرات في مصر. أنت أقوى من المخدرات، دي الهدف منها الوقاية الأولية بشكل أساسي، إن أنت لازم ما تخضعش لسيطرة المخدرات في يوم من الأيام وما تدخلهاش وما تجربهاش. يمكن الهدف الوقائي والتوعوي، وده اللي بينطلق منه قسم التوعية في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، هو ده، خليك أقوى من المخدرات عشان المخدرات مش هي اللي تتحكم في حياتك بعد شوية. حلو جدا السوجن، اختيار فعلا كويس. بس